سلام، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي، قناه فاتن ساج فلوغ. مرحبا بالناس اللي جايين من تيك توك، كنشكركم بزاف. شكرا للناس اللي كيديروا دي كومونتير، كيعجبني الحال، كنلقى التفاعلات ديالكم. حتى التيك توك بنفس السميه فاتن ساج فلوغ. اليوم ان شاء الله غنهضروا على واحد الموضوع جد مهم وحساس، غنهضروا على البكره المطاطيه او اليمين الاستيك. ما تنساوش الاشتراك في القناه، ديروا جيم، ولا عندكم اسئله حطوهم في لي كومونتير. هكا ان شاء الله الا شاركتوا في القناه غنبقى اي موضوع حطيتو، اي حاجه هضرت عليها توصلكم. قلنا ان هاد لا فيديو هادي لانها جد مهمه، بارطاجيوها الماكسيموم مع الناس اللي كتعرفوهم. هاد الموضوع ديال البكره من اهم المواضيع اللي كنسكتو عليهم وما كنقدروش نهضروا فيهم. دونك الا كنتم مهتمين بالموضوع، لانه لا فيديو مهمه بزاف، ما عليكم الا تكملوها حتى الاخر، لان كل شويه من هاد لا فيديو غتفيدكم في حياتكم. اول حاجه نتعرفوا على هاد البكره المطاطيه او ليمين الاستيك. علاش الاستيك ولا مطاطيه؟ لانها كتجبد اثناء العلاقه، اول علاقه جنسيه للمراه اللي كتكون عندها هاد النوع ديال البكره، فما تيكونوش قطرات دم، ما تيكونش نزيف، وما تيكونش دم نهائيا. علاش غنعرفوا علاش؟ لان هاد البكره هذه فقط عباره عن واحد الغشاء اللي كيكون داير بالمهبل، والوسط كيكون خاوي، يعني الوسط ديال هاد البكره كيكون خاوي، علما ان انواع البكره الاخرين كيكون عندهم واحد الغشاء مسطح وتيكونوا فيه ثقوب منين كينزل لينا دم الحيض. هاد البكره المطاطيه الغشاء ديالها هو لاصق في جدار ديال المهبل فقط، يعني في السطح ما كاين والو، كي لوفيد خاوي. يعني السيد الزوج ملي كيدير علاقه جنسيه مع مراتو اول مره، ملي كيدير علاج ديال العضو الذكري في المهبل ديالها، كيدخل بسهوله وما تيكونش نزيف وما تيكونوش قطرات ديال الدم. علاش؟ طبعا لانه ما كاينش داك الغشاء اللي هضرنا عليه، هذاك اللحيمه اولا كيف ما كنقولوا لها، اولا واحد الغشاء اللي تيكون غليظ باش غادي يتثقب ولا يتجرح ويهبط لينا داك الدم، ما كاينش في هاد البكره المطاطيه. دونك هنا تيوقعوا نزاعات، تيوقعوا مشاكل بين الزوجين، لان الزوج كيعتبر ان الزوجه بانها ماشي بنت بكر، ماشي عزبه كيف ما كنقولوا. لهذا كنطلب زعما من لي كوبل، اي وحدين مقبلين على الزواج، يمشيو عند جينيكو ما فيها باس، ويديروا واحد لافي، يديروا واحد الفحص اللي غادي يتاكد الزوج وغيقتنع بان راه هاد السيده عندها بكره مطاطيه، ويقرا عليها مزيان ويعرف بلا ما، لان هاد المشكل الا لقاه الزوج عند الزوجه كيبقى يعاودوا لها حياتها كامله، وهي غتبقى عايشه في العذاب. لهذا سهله اننا نمشيو عند جينيكو نتاكدوا، واخا الزوج كيكون عارف شنو هي البكره المطاطيه، ولكن ما كيثقش في الزوجه ديالو، ضروري خص طبيب النساء هو اللي يقولها ليه. باش نيفيتاو ولا نبعدو على هاد المشاكل، ضروري البنات، انا كنأكد على البنات، واخا الزوج ديالك ما يبغيش، واخا يقول لك لا ماشي مشكل انا تايق فيه، قول ليه تايق فيا حاجه، ولافي ديال جينيكو حاجه واحده اخرى. ما تبخليش على هاد الامر هذا، لان قلت لك غتبقاي عايشه حياتك كامله وانتي كتسمعي في هاد الموضوع هذا، واخا انتي راكي بريئه وما عندك حتى شي مشكل. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقك بهاد البكره المطاطيه. الوغ السلبيات ديال هاد البكره المطاطيه ذكرنا منها، يعني عدم نزول داك الدم اثناء اول علاقه جنسيه. حاجه واحده اخرى خايبه في هاد البكره المطاطيه، انه دائما السيده تقريبا غتبقى تحس بواحد الالم، واحد لي دولور اثناء العلاقه الجنسيه. دونك فيما غادي يبقى يجي ينعس معها راجلها غادي تبقى تحس بالالم. علاش؟ لان هذاك الجدار كيكون يعني مزير، دونك كتلقى صعوبه في العلاج ديال العضو الذكري والخروج ديالو. هنايا هاد السيدات كيلجؤوا انهم يشريوا دوك لي بريفيون، دوك المزلقات، باش هكا كيعاونوا راسهم. هنا الزوج ما كيتفهمش هذا الامر في اول علاقه جنسيه، وكيبقى يفورسي على السيده، وما حدو كيفورسي عليها وهي كتالم، لان داك الغشاء عمره ما غادي يتقطع، وعمر هذاك الدم غيهبط. علاش قلنا؟ لانه داير بالمهبل فقط، كيتجبد كيتقلص وكيتمدد، كيتقلص وكيتمدد. فوقاش هاد الجدار هذا غتقدر تهنى منه السيده، وغيقدر يتقطع وما غيبقاش هاد الالم هذا، وما غيبقاش هاد المشكل هذا اثناء الزواج ديالها. عندما السيده كتولد ولاده طبيعيه، هنا داك الجدار، لان السمك
ديال الراس ديال البيبي كيكون 10 سنتيم. هنا في الولاده الطبيعيه داك الغشاء كيتقطع كيتلاشى وما كيبقاش، وهنا السيده كتهنى. الا ولدتي ولاده قيصريه يعني باغ فواهوت يعني ولدتي بالفتيح، هنا ما غاديش تهني من هذا المشكل ديال هذه البكره المطاطيه، وغتبقاي تحسي بالالم اثناء العلاقه الجنسيه مع الزوج ديالك. دونك هنا عرفنا شنو هو هاد شنو هي هاد البكره المطاطيه، عرفنا صراحه ما عندهاش ايجابيات، ما عاديه، ولكن غير الزوج الا تفهم وقرا ومشى عند جينيكو وقرا عليها شويه في الانترنت، في الانترنت ما غيكون حتى مشكل. فقط انا قلت الحاجه السلبيه اللي عند هاد البكره هذه هو داك الالم اثناء الممارسه لا غير. حاجه واحده اخرى تعرفوها ان هاد البكره هذه راه ما يمكنش مثلا تمشي ديري عمليه وتقطعي داك الجدار وتقطعي داك زعما داك الممبغان، وهذا لا داعي، هذا الشيء ما كيتطلبش لا عمليه ولا تقطعيه ولا حتى حاجه، غتخليه بحال هكاك ان شاء الله. الفا غادي ديري واحد الولاده طبيعيه غادي يتلاشى وغادي يمشي بوحديتو. كنتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع مزيان، وكنتمنى هاد لا فيديو تعطيوها للازواج ديالكم يسمعوه باش يقتنعوا، باش ما يبقاوش واخدين واحد الفكره غلطه على هاد البكره هذه. دونك ما فيها باس الا مشينا عند جينيكو وشرح لينا الى اخره. كنتمنى لا فيديو تبارطاجا مع الناس اللي ما عارفينش. حاجه واحده اخرى نقولها لكم على هاد البكره المطاطيه، السيده اللي عندها هاد البكره راه ما كتشكلش لها مشكل في العقم اولا في تاخر الانجاب، يعني غتقول بان السيده راه العضو الذكري واخا ما كيدخلش كامل في المهبل تقدر السيده تحمل. هذا الشيء خصكم تكونوا عارفينه، يعني بقوه هذاك قلنا داك الغشاء كيكون مزير، دونك القضيب اولا العضو الذكري ديال الزوج ما كيقدرش يدخل كامل، هنا كيسبب مشاكل للسيده، يقدروا كاع الازواج يوصلوا حتى للطلاق بسبب هذا المشكل هذا. السيد الله يحسن له وان كتحس بواحد الحريق لا يطاق، والسيد كيفورسي عليها، هنا كيقدر يوقع واحد نزيف باش غير بداك الجهد وداك القوه وداك العنف ديال الزوج. راه ماشي حيتاش مثلا راه ديك البكره انها تمزقات ولا شي حاجه، فقط تيوقع تمزق في المهبل وتيوقعوا هنايا مشاكل. دونك انا اللي بغيت نشرح لكم ان ضروري السيده الا كان عندها هذا النوع ديال البكاره تبقى دير دوك لي بريفيون دوك المزليقات على ما ان شاء الله تولد ولاده طبيعيه وتهنى من هذا المشكل هذا. دونك هنا وصلنا للنهايه ديال هذا لا فيديو، كنتمنى نعاود نقولها بارطاجيوها باش البنات باش لي كوبل توصلهم المعلومه. لا حياء في الدين، حنا هاد المواضيع كنسكتوا عليهم وما كنبغيوش نهضروا فيهم وكنعتبروهم من لي طابو وما تنبغوش نهضروا فيهم بزاف. دونك كنقول لكم بسلامه، لا فيديو الماجيه ان شاء الله غادي نهضروا على نوع اخر من انواع البكره اللي السيده كتلقى فيه مشكل، وكنقول لكم بسلامه.